رمضان السنة هذه أكيد غير مع الجائحة. العام اللي فات كانت الأسواق مغلقة والبلاد كانت كلها في حظر عام، لكن العام هذا كانت الكافيهات مفتوحة، الأسواق مفتوحة، ولاحظنا حتى حركة في الشارع كبيرة جدا. بالنسبة لوضع السيولة أعتقد أنه ما تغيرش هلبة، نعم في تحسن لكن ما زال الشعب يعاني، ما زالت الأسعار مرتفعة جدا. السلع نعم متوفرة لكن للأسف أن بعد تغيير سعر الصرف على 4 جنيه وقرابة 50 درهم الأسعار ارتفعت ما قبل حتى شهر رمضان، الأسعار في الزيادة، وأعتقد هذا سبب مشكلة كبيرة للمواطنين في هذه السنة. لذلك أتمنى من الحكومة أن هي تعيد النظر في سعر الصرف حتى تمكن التجار من الشراء بسعر معقول وتوفر كل السلع إن شاء الله. في الظروف هذه التي يتم فيها ارتفاع الاسعار ونقص السيوله في بلدنا الحبيبه، فصعب ان بعض المواطنين يكون في اشتراء السلعه التموينيه لشهر رمضان بسبب ارتفاع الاسعار. ونتمنى من الجميع ومن رجال الاعمال ان يتم تخفيض في الاسعار هذه حتى اصحاب الدخل المحدود يستطيعون بشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك. الحق رمضان السنة هذه مختلف عن السنوات السابقة. الشيء المميز في رمضان السنة هذه أن البلاد ما فيهاش حرب، والمواطنين حاسين بطعمة رمضان، يعني حاسين بأجواء رمضانية. الشيء الثاني الأسعار والأمور الاقتصادية تقدر تقول نوعا ما يعني فيها استقرار، يعني ولو أن في ارتفاع بعض الشيء لكن في نوع من الاستقرار وفي نوع من توفير الخدمات في المصارف مثلا السيولة والأمور هذه. فرمضان السنة هذه يعني والله لدرجة ما أو لنسبة ما نقدر نقولش نعطاها 100% لكن نقوله 70-65% فيه استقرار، المواطن حاس بنوع من الأمان، حاس بأجواء رمضانية في هالشهر الفضيل.